طبعا سعيدين اليوم بالاعلان عن استضافه اماره الشارقه لمهرجان فرنج العالمي لاول مره في الشرق الاوسط. طبعا مهرجان فرنج العالمي ابتدى في مدينه ادنبرا في اسكتلندا قبل 33 عام، واليوم تستضيف اكثر من 200 مدينه حول العالم. راح يكون المهرجان ان شاء الله من تاريخ 16/1/2020 الى 1 فبراير/2020 في مدينه الشارقه. راح نستضيف هاي العروض في 5 مواقع مختلفة في مدينة الشارقة. راح يكون في عندنا إن شاء الله أكثر من 75 عرض ما بين عرض مسرحي وعروض فنون الشوارع. راح إن شاء الله تكون هذه المواقع اللي هي في القصباء في واجهة المجاز المائية، وكذلك في جزيرة النور. طبعا هذه أغلب العروض راح تكون فيها بعض العروض لها تذاكر، وبعض العروض راح تكون بالمجان للجمهور. هذا الحدث العالمي نحن إن شاء الله الهدف منه الترويج لإمارة الشارقة كوجهة سياحية، وكذلك نتمنى من الجميع حضور هذا المهرجان العالمي اللي راح يكون إن شاء الله على مدار السنوات القادمة تستضيف إمارة الشارقة.